في الذاكرة العربية والمصرية، أورام الجهاز الهضمي مرتبطة بسيرة نجم سينما الأبيض والأسود، الممثل والمخرج والمنتج المحبوب أنور وجدي، وقصة كفاحه اللي بدأها من الصفر ككمبارس صامت على المسرح بقرش في اليوم، إلى أن وصلت ثروته في خمسينات القرن الماضي لنصف مليون جنيه، حرم من التمتع بيها حتى حرمانه من الطعام بسبب إصابته بسرطان المعدة. مع الأسف أورام الجهاز الهضمي لا زالت تحتل مرتبة متقدمة في الأورام مع سرطان الثدي وسرطان الرئة. مع ذلك الكشف المبكر ووسائل العلاج الحديثة والتقدم الطبي والعلمي في هذا المجال قادر الآن أن تجعل الأورام هي أيضا من الماضي، من الأبيض والأسود. اهلا بكم. طبعا انا من الناس اللي يعني تحب جدا انور وجدي. انور وجدي بالنسبه لي اسطوره، واسطورته ان هو تقدم جدا في الاداء التمثيلي في الجزء الاخير من حياته، عمل امير الانتقام وعمل مجموعه افلام لها قيمه. لكن انا عايز اقول انه له جمله مشهوره جدا، ان هو كان بيشتكي من اعراض، يعني اولا طبعا واضح انه تاخروا في التشخيص في الوقت ده، وانه هو جاله الاورام الجهاز الهضمي في سن مبكره شويه، اعتقد في الاربعينات اولها يعني. وكان له جمله مشهوره، انه هو له قصه مشهوره انه اتقال له مره انت تجي لك اي حاجه او يجي لك ايه وتبقى انت مليونير، قال لك لا ابقى مليونير، هو صغير انا عايز ابقى مليونير. لما جاله الورم فعلا كان بيمشي يقول انا عندي استعداد ادفع اي حاجه عشان اكل طبق فول، انا مش بقدر اكل الفول وما اقدرش اكل اي حاجه يعني من اللي انا بحبها، انه خلاص في ورم في المعده. طبعا يعني بدون تقول في تفاصيل اورامه الاخرى، لانه واضح ان هو يعني كانت مالتيبل نيوبلاستيك سندروم، اكتر من ورم في اكتر من حته، ربما في الكلى كمان. لكن انا بقول انه الاكتشاف المبكر في الوقت ده كان معدوم، مفيش اكتشاف، كانت الحاله وكانت خلاص مفيش علاجات. لكن دلوقتي القصه تقدمت تقدم كبير. النهارده هنستطلع هذا التقدم الكبير، هنتكلم على المنطقه مهمه للغايه. الحلقه دي من اهم حلقاتنا في الاسبوع ده، من اهمها على الاطلاق، لان احنا بنتكلم في موضوع كريتيكال، وموضوع الثقافه فيه قليله ومهمه، يعني هي قليله ده الواقع لكنها مهمه جدا. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال اللي بيسعدني بحواره الرائع جدا، الأستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحات الأورام، الاسم الكبير. أهلا بيك يا دكتور جمال. أهلا بيك دكتور، نورني. أنور وجدي طبعا قصة مأساوية، تعرف واحد في عز مجده، ودي مشكلة الأورام إن هي أحيانا بتيجي في سن صغير، فعلا في الوقت ده بتكون حاجة صعبة جدا. وهنا دايما نقول دور الاكتشاف المبكر، ازاي نشخص وازاي نعالج، ويا رب الحلقة تكون مفيدة للسادة المشاهدين. أورام الجهاز الهضمي كتيرة منتشرة، احنا بيتهيألي احنا واخدين مركز متقدم. هو منتشرة في العالم كله، ويمكن في مصر هو الثالث في التصنيف بعد أورام الثدي عند السيدات والبروستات عند الرجال، بيجي سرطان الجهاز الهضمي. يمكن الجهاز الهضمي بادئ من فوق خالص من الماوس لحد لقينا الكنال. يمكن دي صورة معانا بتقول لنا الجهاز الهضمي، يمكن جايبة في فوق كمان المريء مش ظاهر معانا في الصورة، الكبد، المعدة، الأمعاء، القولون. يمكن أقل حاجة في الجهاز الهضمي إصابة بالأورام هي الأمعاء، برغم ان هي اطول جزء في جسم الانسان. ابدا طب سرطان القولون الاول. هو فعلا دكتور ايمن هو الاكثر انتشارا، اورام القولون واورام الكبد هما الاكثر انتشارا في مصر بالذات. في حاجات كتير جدا بتسبب زياده معدل الاصابه بسرطان القولون، اهمها العامل الغذائي. في بعض الاكلات طبعا الفاست فود، الاكلات اللي داخل فيها هرمونات بتاثر، اللحوم والدهون، زياده اللحوم والدهون في الاكل من الحاجات اللي بتاثر. يمكن الحاجات اللي بتقلل العكس، زياده اكل الفاكهه والخضروات والحاجات دي بتقلل الاصابه بسرطان القولون. في حاجات تانية، الحاجات الجينيه، والحاجه الجينيه دي هي اللي بتعمل المشكله في السن
السن الصغير، لو في خلل في الجينات، في حاجة تانية الناس اللي بتعاني من التهابات مزمنة في القولون اللي هي الألسرتيف كولايتس أو الكرونز ديزيز، الناس دي فعلا بيكونوا عرضة لأكثر من غيرهم إن هم يجيلهم سرطان القولون. ومن هنا يجي دور الكشف المبكر، مهم جدا لو حد شك وجود أي أعراض سواء ألم مثلا في البطن، إمساك مزمن يتبعه إسهال أو فقدان للوزن بدون معرفة سبب، لا نهتم ونبتدي نبحث. أعراض سرطان القولون يمكن هي في البداية بتكون فيج شوية، صعب تشخيصها بسهولة، لكن في العموم بيكون في ألم في البطن، ألم متكررة بتحصل بسرعة، ممكن يجي نوبات من الإمساك متتالية ويتبعها إسهال، في مع الحمام ممكن نلاحظ في دم مع الحمام، دي من الحاجات المهمة جدا ناخد بالنا، ممكن يكون في ترجيع مستمر بدون سبب وما بيستجبش للعلاج. يمكن في نصيحة أنا دايما أنصح بيها المرضى بتوعي، كثير مننا بيجيله الأعراض دي، لكن لو الأعراض دي قعدت عندك أكتر من 10 أيام لا لازم تهتم. أي واحد معرض أن يجيله ألم في البطن، يجيله نوبة إمساك أو إسهال أو ألم في البطن أو ترجيع أو أي حاجة من الحاجات دي، لكن خدنا علاج لمدة أسبوع أو 10 أيام وما فيش استجابة، لا لازم نهتم. التشخيص زي نشخص، هو التشخيص دايما ثلاث حاجات، طبعا الكشف عند حد متخصص، الحاجة التانية التحاليل والأشعات. بنبدأ ممكن في الأشعة بحاجة سيمبل سونار، لو السونار شك في حاجة بنعمل أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي. التحليل حاجة مهمة قوي وبسيطة جدا سو سيمبل اللي هو الستول أناليس، لو في أوكالت بلاد إن ذا ستول دي حاجة بتخلينا لا نهتم، يمكن دي الحاجة السيمبل. دايما لما نبدأ دكتور أيمن بالتشخيص بنبدأ بالحاجة البسيطة. طيب لقينا البراز، لو لقينا دم، لو لقينا دم فيه بندخل على الحاجة التانية اللي هو منظار تشخيصي، اللي هو المنظار من فتحة الشرج بيصور لنا الفتحة الشرج والمستقيم والقولون، ولو لقى في حاجة بياخد منها عينة حاجة شك فيها. يمكن في ناس كتير بتخاف قوي من حتة كلمة منظار، لا المنظار ده حاجة بسيطة وسهلة وبتوصلنا للتشخيص أكيد. يعني حاجتين، بنصور القولون كله ولو في حاجة ممكن بناخد منها عينة، وممكن تكون المشكلة حاجة بسيطة بوليب ولا حاجة سهل جدا انها تتشال بالمنظار بدون أي فتحة أو أي حاجة. السؤال المهم، العلاج جراحة مناظير؟ العلاج على حسب المرحلة وعلى حسب الحالة العامة وظروف كل حالة، كل حالة ليها الحاجة بتاعتها. طبعا المناظير الجراحية لاستئصال القولون بالمنظار بقى من الحاجات الأساسية، وهو فعلا يعتبر هدية للمرضى ان انت تقدر تشيل الورم من غير ما تفتح بطن العيان، دي حاجة كويسة جدا، ولكن ده بشرط المريض ده يكون تشخص بدري، حجم الورم مش كبير قوي، ما يكونش يتعمل عمليات كتير وفي التصاقات في جدار البطن. تعرف مثلا في بعض الناس ولادة قيصرية كذا مرة، حد عمل استكشاف قبل كده فبيعمل التصاقات، ومن هنا بيكون في صعوبة للتدخل بالمنظار. ولكن لو الحالة الورم حجمه مش كبير، ممكن طبعا من خلال فتحتين صغيرين بيدخل منهم الـ 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 الكاميرا بتاعت المنظار والألات بتاعتنا، ونقدر نستأصل الورم. وأهم حاجة فيه هو الاستئصال بحد أمان. يمكن دي صورة واضح فيها حجم الورم، وإحنا جينا من قبله وجينا من بعده، واضح جدا إن النسيج اللي قبل وبعد هو نسيج سليم ما فيهوش مشكلة. طب ليش شلناه؟ لأن لازم حد الأمان، ده حاجة مهمة. يمكن في ناس كتير دايما عندهم تخوف من التدخل الجراحي، يمكن دي حالة قد ايه واضح دي، يمكن ده الورم كان في الامعاء والمريض طبعا اهمل بيتعالج على انه عنده قولون عصبي وماشي في العلاج. انا مش مع ان انت اي حد يشتكي نقول له انت عندك سرطان، لا حاجة مهمة قوي، خدنا علاج ما استجبناش لا لازم تهتم. هروح بقى الورم المستقيم، أورام المستقيم وأشر برضو الأسباب، هي يمكن نفس الأسباب اللي هي سوء التغذية، في بعض الخلل في الجينات،
بعض الاكلات يمكن في حاجات مش موجوده يمكن في مصر الدكتور ايمن بكتير، اللي هو الناس اللي بتتناول الكحولات كتير، المواد الكحوليه من الحاجات اللي بتزود الاصابه باورام الجهاز الهضمي بالذات. يمكن الحاجات دي في مصر شويه اقل لكن موجوده. ونفس طرق التشخيص، يمكن المستقيم والشرج هو نفس طرق التشخيص، نفس الاعراض. الفرق ايه؟ ان المستقيم التعامل معاه اصعب. يمكن الصوره اللي احنا عرضناها قبل كده ده ورم في القولون، سهل جدا، عندي طول كبير موجود اقدر اخد من قبل ومن بعد وانا مرتاح واوصل تاني، ما فيهاش مشكله. لكن الجزء بتاع المستقيم وفتحه الشرج الصعوبه بتاعته ان احنا في بعض الاحيان بنكون متخوفين ان من موضوع التحويل، لان يهمنا قوي الورم على بعد قد ايه من فتحه الشرج. لو الورم على بعد اقل من 5 سنتي بيكون في صعوبه في اعاده التوصيل تاني. ويمكن التعامل مع سرطان المستقيم مختلف شويه. يمكن دلوقتي في اغلب الحالات في اورام المستقيم لازم نبدا الاول بعلاج اشعاعي مع كيماوي محفز، على اساس ان احنا المكان ده مزنق، البطن فوق واسعه بعكس الحوض، الحوض ضيق. وفي سواء بقى رجال او سيدات، السيدات عندنا قدامه موجود الرحم والمبايض والمثانه، الرجال فيه البروستاتا والمثانه، فالدنيا زنقه شويه. فمهم قوي ان احنا ندي علاج قبل على اساس ان احنا نقلل الحجم، وبعد كده ممكن نتدخل سواء جراحه او بالمنظار. نفس يمكن نفس الريزلت بتحصل، لكن المنظار افضل، ان المريض بيمارس عمله يمكن بعد اسبوعين ممكن يرجع شغله. الجراحه لا، ممكن نقعد شهر ونص شهرين. اللي برضو التشخيص هنلجأ الى نفس الكلام. هو يمكن التشخيص شويه في المستقيم والشرج حاجه مهمه قوي وبتسهل لنا الدنيا، وسو سيمبل اللي هو الترانس ريكتال التراساوند، اللي هو السونار عن طريق الشرج. بيقدر يشوف لو شك في حاجه، بندخل على المرحله اللي بعدها المنظار التشخيصي. طيب هنتقل الى اورام اكثر انتشارا او ربما اقل. انت تقول لي اورام الكبد. هي أورام الكبد لا، من الحاجات المنتشرة جدا. والكبد كمان ممكن يجي فيه الورم أولي، يعني يكون الورم دكتور أيمن في الكبد، منشأه هو الكبد، أو الورم ثانوي ويمكن هو المحطة الأولى دايما للانتشار لكل أورام الجهاز الهضمي، سواء ورم في المعدة، ورم في القولون، في البنكرياس، في المستقيم، في الأمعاء. كل الحاجات دي ممكن تبعت ثانويات للكبد. يعني زي الثدي كده، دايما الورم اللي في الثدي يبعت للغدد اللي في الابط. الاورام كل اورام البطن اول محطه تبعت لها هي الكبد. فالكبد مكان مهم جدا لكل الثانويات، وممكن تكون المشكله نشأة من الكبد. طبعا الحاجات دي اللي بيميزها الاشعاعات بعد كده هي اللي تقدر تقول لنا الورم ده طالع من الكبد ولا جاي من مكان تاني ليها شكل. الحاجات اللي بتساعد على انتشار اورام الكبد يمكن حاجه مهمه جدا ومنتشره في مصر، اللي هو الاصابه بفيروس سي اللي هو بيعمل تليف في الكبد. يمكن دلوقتي في حمله مهمه جدا قام بيها الرئيس السيسي، اللي هي القضاء على فيروس سي. الحاجات دي فعلا من الحاجات اللي هي ممكن ان شاء الله تقلل الاصابه بسرطان الكبد. لان هو دايما السرطان بيبدا ازاي؟ التهاب مزمن فترة طويلة بيعمل تحور في الخلايا، بعد كده التحور ده هي يؤدي إلى ورم. فالفيروس سي أو بي أو الناس اللي بتاخد الخمور أو الحاجات دي، من الحاجات اللي هي الكحول، من الحاجات اللي بتعمل التدخين، من الحاجات اللي بتأثر. وكل الحاجات دي بتعمل إيه؟ بتعمل تليف في الكبد. طول الفترة التليف بتعمل تحور في الخلايا فتقلب. يعني دايما نادرا لما تحور، يعني الخليه تغير شكلها، تبدا الفيروس يغير الجينوم بتاعها، الدي ان ايه بتاع الخليه يتغير. دي حقيقه. يبقى دي ان ايه مختلف، يبدا الخليه تغير نفسها. يمكن في 95% من اورام الكبد بنلاقي الكبد متليف. ويمكن دي الصعوبه بتاعه التعامل مع اورام الكبد. والتشخيص هيمكن سهل جدا. جاست سونار بيقول لنا ان في كتله في الكبد،
ويقول لنا عدد، هل هي كتلة واحدة ولا أكتر من كتلة، شكلها إيه، هي في أي جزء من الكبد. يمكن الكبد كل الناس عارفة التقسيمة اللي هو في فص أيمن وفص أيسر، لكن التقسيمة بالنسبة لنا إحنا لا، مختلفة شوية. هو عبارة عن 8 قطع أو 8 سيجمنت، كل سيجمنت دي من دي ممكن نقدر نشيلها لوحدها، لأن هي الغذاء بتاعها جاي لها عن طريق شريان واحد ووريد واحد، فسهل التعامل معاها. يمكن زمان كان اللي يجيله ورم في الكبد ده قصته خلاص، ان حياته انتهت وخلاص ما عادش فيه امل. لا دلوقتي لا، متاح جدا ان احنا نقدر نشيل الورم ده، لكن بشرط ان يكون الحالة العامة للمريض كويسة. بنعمل فحوصات وتحاليل ونشوفه، لو هو تشايلد ايه، دي حاجة يمكن كلنا احنا عارفينها كأطباء، اللي هو صحته العامة كويسة، ده والورم حجمه صغير ومش منتشر في مكان تاني، نقدر نتعامل معاه ونعمل ريسبشن او استئصال للورم ده بحد امان كويس. لكن ممكن في بعض الحالات ان المريض ما يتحملش عملية، في ليه تدخل تاني، يمكن ممكن نعمل له تردد حراري، وده ممكن من غير جراحة خالص تحت الأشعة بدون فتح البطن، يتعمل كوي للمنطقة اللي هي المصابة أو اللي فيها الورم، يمكن نتائجها أقل من الجراحة لكن فيها ميزات، وأحيانا بنلجأ ليها للناس اللي احنا ما نقدرش نتدخل جراحيا على أساس أن حالتهم العامة ما تستحملش جراحة. في حاجات تانية لو الورم أكبر شوية ممكن نعمل حاجة اسمها حقن شرياني. الحقن الشرياني ده مر بتطورات كتيرة وبقينا بنوصل لنتائج كويسة جدا من الحقن ده، بندخل عن طريق حاجة نون انفيسيف، حاجة سيمبل جدا، بتتعمل والمريض صاحي من غير ما ينام خالص، بندخل بكانولا عن طريق شريان بعيد خالص، وبنوصل للمنطقة اللي بتغذي الورم ده ويتعمل فيها شريان. وفي حالات تانية اللي هي متأخرة بنبتدي نديها علاج بقى، علاج كيماوي أو علاج موجه. بس كتير من اورام الكبد المزعج انها بتيجي بدون اعراض، يعني المريض جاي بالصدفه، ده حقيقه بتيجي بدون اعراض، ممكن يكتشفها بالصدفه بسبب عنده الام بسيطه في البطن، ممكن هو بيكشف عن دكتور بطنه، ده بيكون محظوظ انه يكتشفها مبكرا. لو شكينا في حاجه بنعمل تحليل دلالات اورام اسمه الفا فيتو بروتين، لو ده عالي لا بنبتدي لا دي فيها شك، ونعمل مقطعيه مهمة قوي، مقطعية ثلاثية الأبعاد هي اللي بتحدد الورم ده حميد ولا غير حميد، والورم ده أولي في الكبد ولا جاي من مكان تاني. التلغراف الأخير بقى للمرضى اللي ممكن نشكوا أنهم خصوصا اللي عندهم تاريخ عائلي بأورام الجهاز الهضمي، أورام القولون والمستقيم والكبد، اللي عنده هيستوري أو تاريخ، عنده حد تاريخ مرضي، مهم جدا 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 الكشف المبكر. وهو حاجات بسيطة ومش غالية، يعني ملكش حجة، ده هو تحليل براز، أشعة تلفزيونية، ولو شكينا بنلجأ لبعدها لمنظار تشخيصي، حاجة سهلة جدا، وما نخافش من المنظار، ما نخافش من التحرك بدري، ده هو ده أهم عامل في نجاح أو الوصول للشفاء. أهم شيء هو الكشف المبكر، إن احنا نقدر نسيطر قبل ما الورم ده يروح لمكان تاني، دي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية الاهتمام فعلا بالناحية الغذائية، بالرياضة، بالحاجات دي بتدينا صحة كويسة وبتقينا من الأورام. حقيقة وجودك معنا إضافة هائلة، أنت بتنور حتة صعبة جدا. والله دكتور أيمن الواحد فعلا بيكون سعيد بالتواجد معاك، وأتمنى أن السادة المشاهدين يستفيدوا من الحلقة دي ونشيل من جواهم حتة الخوف من الورم، لأن هو الخوف أو الوهم أخطر من الورم. الخوف والوهم أخطر من الورم، هذه الجملة الأخيرة لضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحات الأورام، الاسم الكبير في هذا المجال، كان مبدعا كعادته في حوار أنا شايفه مهم للغاية، وهو فعلا مهم للغاية، مش أنا اللي شايفه بس، العالم كله عارف أن الأورام هو أهم موضوع من الموضوعات الطبية، هو وأمراض القلب، لأنه life threatening condition، العين ممكن يموت في أي لحظة، دي المواضيع لا تتعلق بالحياة، مش بتتعلق بأي حاجة تانية، بتتعلق بالحياة، يعني في حاجات تانية مهمة لكن life
كونديشن دي حاجه مهمه جدا. ضيف العزيز نورتني وشرفتني. شكرا ليك يا دكتور. خليكم دايما مع دكتور.